السلام عليكم. دائما نحب ننشر لكم كل جديد ومميز في عالم الزراعة. اليوم الفيديو مالتنا هو توضيح عن شيء مهم جدا، هو الأساس بتكوين عملية الإكثار بالعقل والزراعة النسيجية وعملية الترقيد الهوائي. عفوا، الموضوع اليوم عن الكالص. الكالص هي هاي الخلايا البيضة، هاي النقاط البيضة، هاي عقلة جذرتها بالماء. هي نبات ما أعرفه، طلع واحد عادي بالحديقة، شكله حلو، نمو حلو، حبيته كاثرة، جذرته بالماء. تكونت عدة خلايا الكالص اللي هي هاي الخلايا البيضة. طبعا هاي عملية الإكثار بالعقل على الإطلاق، سواء تين، زيتون، ورد جوري، أي عملية إكثار بالعقل تتكون بها الكالص قبل وبعدين تخرج الجذور. وعملية الترقيد الهوائي للحمضيات، للسدر، لأي أنواع مختلفة من النباتات أيضا يتكون بها الكالص قبل نشوء الجذور. بالزراعة النسيجية نفس الوضعية، بالزراعة النسيجية تختلف، هسه راح نشرح لكم عليها. شنو هو الكالص؟ الكالص هو عبارة عن خلايا غير متخصصة. ليش غير متخصصة؟ لأن ممكن تتكون مجموع خضري وممكن تتكون مجموع جذري. عندنا بالإكثار بالعقل تكون مجموع جذري، بالعملية الزراعة النسيجية ما راح نقسم القمة النامية للنخلة اللي استخرجنا من عندها القمة النامية، نريد نكاثرها، راح نقطعها إلى قطع صغيرة. هاي القطعة الصغيرة راح تتحول إلى خلايا كالص. هاي خلايا الكالص راح بعدين تتخصص إلى مجموع خضري ومجموع جذري. يعني عملية زراعة الأنسجة عملية طويلة ولها عدة مراحل، بس نريد نوضح أهمية الكالص. بعد تكون الكالص راح تبدي تخرج من عدة براعم. هاي البراعم نحولها، نفردها يعني بزراعة الأنسجة إلى أنابيب أخرى، إلى حاويات أخرى، وبعدين تتكون من عندها المجموع الخضري والمجموع الجذري، وتتكون عندنا النخيل النسيجي. بعملية الإكثار بالعقل لازم يتكون الكالص بالبداية قبل نشوء الجذور، لأن من هذا الكالص هو راح تطلع الجذور، من خلايا الكالص، هاي الخلايا البيضاء اللي جاي تشوفوها. وبعملية التكاثر بالترقيد الهوائي تكون واضحة بشكل أكبر. يعني اللي يريد يعني ما يريد تكاثر بالترقيد الهوائي ويريد يشوف، بس يشوف خلايا الكالص شلون تتكون، يقدر يخليها يسوي عملية الترقيد الهوائي، ومن تبدأ الجذور تخرج تتكون يقدر يفرد البيت موس اللي موجود اللي يستخدم بالترقيد الهوائي، راح يشوف خلايا الكالص متحولة للون البني تقريبا، الأبيض المائل للون البني. هذا هي هاي الخلايا الكالص بعد ما تخصصت أنتجت الجذور تقريبا شبه راح ينتهي عملها ويتحول لونها بعدين بعد إنتاج الجذور. أما قبل إنتاج الجذور هي لونها يكون اللون الأبيض. مثل ما قلنا خلايا غير متخصصة مهمة جدا بعملية إكثار بالعقل، عملية الترقيد الهوائي، عملية زراعة الأنسجة كلها يعني متهيكلة على عملية تكوين الكالص. نحن راح ناخذ أصلا خلايا مرستيمية قمية بعدها ما متحولة إلى مجموع خضري اللي هي الجمار، قمة مالته يعني تقريبا، راح نعاملها بالمغذيات، وبعدين راح تكون بها تكون عملية تكوين الكالص، والكالص أيضا راح يبدي يكون لنا المجموع الخضري والجذري مثل ما وضحنا. هذا كل شيء يخص الكالص. هذا الفيديو مالتنا متخصص بس الكالص اليوم، وراح ننشر لكم إن شاء الله طرق زراعة النباتات وطرق معاملتهن وأهم مكونات النباتات بالتفصيل إن شاء الله. وانتظرونا بجديد، وشكرا لكم.